اعتراض بالنسبه ديال المجرم اللي اغتصب الاطفال، يعني دا كان عنده اعتراف عند رجال الدار الملكي واعتراف في المحكمه ديال السيناء في عنده كل العام، يعني اعتراف بانه حقا اغتصب هاد الاطفال، كان كيتفاعل معاهم يعني جنس. هنا الموضوع بالطفله صغيره، الطفله صغيره يعني كان كيجي كيلتهز معاها كيبقى يعني اديها بيدو، هنا يعني شي طريقه يعني غير بان الطفله حسس بان هذا الشخص هذا راه داكشي ماشي عادي، خصو يدو مثلا مسدره هادي من هنا من هنا، يعني والتحقت بالاب ديالها ما بقاتش فين ما تجي تقرا. الاب ديالها والام ديالها بغاو يعرفوا علاش هذا الشخص، علاش هذا البنت بغات تقرا، قالت لهم بان هذا الشخص هذا هذا الفقير كيمشي عنده اللي كيعمل لي ولي كيعمل لي ولي كيعمل لي، يعني كيفعل مع هذيك الافعال هذوك، قال لك لانه كيفرح بها مثلا كينزلها معنا، لكن كيفرح ما كيعملش اليد مثلا، فهمنا؟ حنا كعائله الضحايا كنطالبوا اقصى عقوبه، اقصى عقوبه، اقصى عقوبه، اللي حنا دوله مسلمه، بانه فقيه كنعملوا ثقه حنايا بالمسجد، راه هذاك بيت الله ملي عايجي واحد قارئ العلم يعني كيطالب وكيقاري الطلبه وكيعمل هذه الافعال هذو، راه افعال جرميه، راه ما كيلتحقش هذه نقولوا شخص شارب قولوا يعمل اي حاجه فقد الوعي، ولكن راه شخص راه انسان فقه، راه عندنا ثقه واحترام كنعطيوها يعني اهميه اي واحد، حنا دوله كمسلمه ما عندناش هذا الشيء هذا. حنا كنطالبوا الدوله ان شاء الله بالحكومه تعطي اقصى عقوبه، اقصى عقوبه. شكرا. حنا كنتواجدوا حاليا في امام محكمه استئناف، هي اللي خرجنا من خلال جلسه امام العداله، بحيث اعترف المجرم بجريمته واعترف ب 12 طفلا منهم 8 ديال البنات و4 ديال الذكوره، وتم تحويله الى قاضي التحقيق، والان الجلسه غتكون نهار 6/10 ان شاء الله. صراحه حنا ملي تلقينا هذا الخبر تصدمنا، علاش؟ لان ما توقعناش ان امام غادي يعمل هذه الجريمه الشنيعه، ولكن مع مرور الايام تاكدنا باللي هذا الشيء كاين واقعي، وان الضحايا كثر منهم 12 طفلا ذكور وبنات. للاسف هذا الواقع اللي هزت القريه باكملها وهزت حاليا المغرب بهذا النبأ المفجع، ولا حول ولا قوه الا بالله. وحاليا الضحايا واباء الضحايا كيطلبوا اقصى العقوبات في هذا المجرم، ولله الحمد هناك تدخلات من المحامون ورؤساء الجمعيات اللي دخلوا في هذا الموضوع، وان شاء الله القضيه تكون صارمه.